مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق ديال هند اللي كان العنوان ديالها من الملايين إلى الفقر إلى الملايين، مشاهدينا الكرام، هند تفاعلوا مع المغاربة بشكل كبير، شافوا القصة ديالها كتألم في نفس الوقت المغاربة حنوا فيها بشكل كبير. مشاهدينا الكرام، لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع، هند القصة ديالها عاشت حياة سعيدة، في لحظة من اللحظات دارت حادثة سير هي والزوج، الزوج بغاه الله، هي بقات في الدنيا رغم أن الوضع الصحي ديالها صعب شيئا ما، فقدت العين ولها ردود أخرى في الجسم. مشاهدينا الكرام، هند لا زالت تقاوم، ضحت بالغالي والنفيس من أجل إسعاد البنيتات ديالها وكذلك تعيش في الدنيا. شيئا ما قبل من الفيديو كانت شبه متدمرة رغم أن الوضع المهني ديالها الحمد لله ميسور، إلا أن الاهتمام بالمغاربة خلى لها أريحية كثيرة. مشاهدينا الكرام، هند ربطت بيا اتصال وعندها رسالة للمغاربة، تبعوا معايا. هند، وضعنا الفيديو حكيتي فيه القصة، تفاعلوا معك الناس، درنا لكم رقم الهاتف، تواصلوا معك الناس، الرسالة ديالك مع الناس، مرحبا. اش غادي نقول لك اخويا؟ صراحة ما كنتش متوقعة بزاف ديال الحوايج، ما كنتش متوقعاهم. التفاعل ديال المغاربة، لا يعني انا ملي وقع ليا هادشي وعاودت لك القصه ديالي كنت مدمره كليا، يعني نفسيا ماديا معنويا، وفقدت الامل في الحياه، وفقدت ان ما بقتش عندي الفكره ديال ان باقي الخير في الدنيا، ولا باقي داكشي اللي عشناه مع جدودنا، الابواب مفتوحه، واللي ما عندوش كيعاون، اللي عنده كيعاون اللي ما عندوش، والانسان بقى الانسانيه بالاحرى. فالتفاعل ديال المغاربه ملي عاودت هاد القصة ديالي وهاد الشيء، تفاعل المغاربة صراحة صدمني، لأن العيالات وحتى الرجال من الخارج، يعني الناس كيقولوا لي واش العين ديالك ممكن أن إلا درتي لها عملية ولا، يعني تصدمت بصراحة، انبهرت، ما توقعتش نهائيا أن غادي يكون هاد التفاعل الكبير من طرف المغاربة. دخلوا عندي نساء مجرد أنهم غير يواسيوني، كاينين لي أنا عيالات اللي زعما ما محتاجينش الخدمة وهذا، ولكن دخلوا عندي قالوا لي تبارك الله عليك، أنت مثال ديال المرأة الحرة، المرأة المغربية، المغربية ديال بصح، المرأة اللي كانت كتحارب مع الرجال في الاستعمار، المرأة اللي كانت كتقاتل على قبل ولادها، المرأة اللي كانت كدير المستحيل باش تكبر ولادها، تجيب لهم طرف الخبز بالحلال. دعموني بزاف الناس، يعني تغيرت نظره الحياه، واخا يعني انا خدامه الحمد لله دابا، واللهم لك الحمد بخير، ولكن نفسيتي من الداخل ما ماشي هي. ولكن ما نكذبش عليك، ملي لقيت هذا التفاعل راه يعني كنحس بواحد الراحه نفسيه، كنحس براسي غنعطي اكثر وغنخدم اكثر وغنجتهد اكثر، وان شاء الله غادي يعني نكون فعلا سيده اعمال ناجحه، وغننجح معايا بزاف ديال النساء، كاع النساء اللي تاقوا فيا وتواصلوا معايا. وكاين اللي كتدخل كتقول لي اختي هلاكارت، انا ما فاهمش خدمتكم، هلاكارت خدم، سجليني معاك وريني كيفاش ندير، حتى انا باغا نخدم، ومادام يعني مادام بطريقتك ديال الهضره وكيفاش كنتي كتهضري، بغيت انا نخدم معاك ونجرب هذا المجال. تقوا فيا بزاف الاخوات، دعموني بزاف ديال الناس، يعني كل واحد وكيفاش كيقول لي شوفي اختي اللي محتاجه شي حاجه مرحبا، هالرقم ديالي. صراحه ما نكذبش عليك، تفاعل المغاربه انا ما لقيتش الدعم من اقرب الناس ليا، ما لقيتش خوت وخواتاتي، انا عندي خوتي وخواتاتي ولكن ما لقيتهمش صراحه، ما لقيتهمش في اصعب الظروف، ما لقيتهمش ملي كنت محتاجه ليهم، ما لقيت حتى شي حد، ما كنكذبش ربي شاهد، ما كنكذبش، ما لقيت حتى شي حد، لقيت الله وبناتي، بناتي اللي تمحلوا معايا وكبروا قبل الوقت، بناتي كانوا هما السند، هما خوتي، هما خواتاتي، هما عائلتي، هما كلشي. ولكن دابا صراحه ما نكذبش عليك، المسانده المغاربه بينت لي ان عندي خوت وخواتات، يعني عندي خوت وخواتات اللي ممكن انهم اللي تضامنوا معايا وساندوني وشجعوني وخلوني بهالتحفيز، هالتحفيز ديال المغاربه. راه ما نكذبش عليك، الا كنت كنخدم نهار كامل دابا غنخدم ليل ونهار، وإلا كنت كندعم الفريق ديالي دابا كنت كندعمو 1% دابا غندعمو 1000000%، غنعطي كل ما عندي وغندير كل يعني كل ما في استطاعتي وكل ما في جهدي باش حتى أنا نخرج نساء أخرين، وغدا وبعد غدا يتواصلوا معاك ويقولوا لك هذيك السيدة كانت سبب
اننا حتى حنا دابا ولينا خدامين من ديورنا وبتليفوناتنا ونجحنا في هذا المجال. واحد واحد الكلمه قلتيها ليا قويله، قلتي ليا مشى ليا الزوج، ما لقيتش ما عمري لقيت بحاله. قلتي ليا ولكن المغاربه عوضوا ليا الزوج ديالي. اكيد طبيعة الحال انسان ملي كيتواصل معاك ويقول لك اختي الا محتاجه شي حاجه تواصلي معايا، ها الرقم ديالي، الا خصك فلوس، الا خصك دعم، الا خصك قالوا لي لعينك يعني عندك شي عمليه ممكن. انا مع الاسف العين ديالي ما يمكنش دار لها عمليه لان عمات في مره مقطعه لي العصبه ديال الشوف. هاد الضربه اللي عندي حتى هي راه اثر ديال 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 الحادثه، وعندي الضربه هنا في كتفي، هادو ما قدرتش ندير لهم عمليه ديال التجميل لانهم صعاب شويه. فاكتفيت الحمد لله بداك الشيء اللي قدرت نديره، اللهم لك الحمد. يعني الدعم ديال المغاربه راه عوضوا لي، عوض داك الدعم عوضني، بحال كنحس براسي دابا ماشي بوحدي صراحه، ماشي بوحدي. دعم كبير، مسانده كبيره، نساء ورجال كانوا كلهم في المستوى. صراحه تواصلوا معايا بزاف، وبزاف الناس يعني 76 الف ديال الناس اللي غير تواصلوا معايا انا، راه ماشي سهله، راه ماشي سهله. باقي الخير في الدنيا، باقي المغاربه راه فعلا شعب مضياف، شعب كريم، شعب حنون، شعب اللي فعلا كيحس، حيت حنا فقدنا هاد الاشياء. وربما كنقولوا ملي كنكونوا غير سادين علينا الابواب ديالنا، راه كل باب وراه قصه. انا عندي معك سؤال اخير، هو غتقول لي البنيتات ديالك ملي شافوا الفيديو كيفاش تفاعلوا مع لان هما ما كانوش حاضرين؟ البنات ديالي الحمد لله دائما كيقولوا لي حنا كنفتخروا بك كأم وكصديقه، وكنفتخروا بك وكتشرفينا. صراحه ملي مشيت تلقاو لي من الباب، تلقاو لي من الباب وكيعنقوني وبوسوني، يقول لي ماما انت دائما مشرفان وحنا فخورين بك في جميع الاحوال، سواء عندنا سواء ما عندناش، حنا مفتخرين بك وفخورين بك. الحمد لله. والله العظيم كلام مؤثر، الله ييسر لك يا ربي، كنتمنى لك التوفيق. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا ما يهمنا كما قلت في السابق، رساله هذه هي قوه المراه المغربيه، تضحي بالغالي والنفيس. مشاهدينا الكرام نحن نتتبع مثل الملفات وسوف نوافيكم دائما بالجديد. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.